السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم. ايه السؤال اختصارا؟ ما سؤالك؟ الفلوس اللي اخدتها من البنك يا شيخ، انا خلاص انا حولتها، يعني انا سحبت الوديعه خلاص من البنك، بس الفلوس اللي انا خدتها يعني انت وضعت اموالا في البنك واخذت الفوائد. تمام. وسؤالك عن الفوائد. نعم. هل انت تجهل حكم الفوائد؟ نعم. تجهله؟ ما احنا عارفين بنقول الفوائد الربوية حرام. تمام يا شيخ. الله يسلمك. والله كلمة، انا لو متعثر مثلا الفوائد دي اقدر اقسطها مثلا. اذا كنت ستحبس. لا مفيش. انا اخشى بس انك تماطل وتسوف وبعدها الشيطان يزين لك سوء العمل. تمام يا شيخ. السلام عليكم.